اليوم اتصلت في مديري وقلت له انا ما بدي اشتغل، خلص انا اليوم بدي اخذ اجازه. فهو هيك دقيقه صمت، انت مريض؟ قلت له لا. قلت طب شو يعني؟ قلت له يا اخي اعتبرها اجازه نفسيه، اجازه عاطفيه، انا ما بدي اشتغل، ما بدي اقعد في الدار اقرا كتاب، اسئله زريعه، احضر فيلم، انا ما بدي اشتغل، خلص انا عندي مشكله. فهو بيقول لي انه ايش في مالك يعني؟ قلت له هذا اليوم يوم صعب، هذه مش مسيرة إعلام، هذه مسيرة آلام. لما أنت بتشوف المدينة اللي أنت بتحبها بتتكسر وبتتلوث وبتنهان وشكل مقرف من الناس اللي بيجوا بيخربوا هذه المشهدية الرائعة في هذه المدينة، وما بتقدر أنت تعمل ولا شيء، حتى بضربوا الصحفيين وبضربوا التجار وبضربوا الأهالي وبسكوا الشوارع، صعب. أنا عارف إنه بالآخر بدي أروح أشتغل، مدرك هذه الحقيقة، بس يعني كمان كان لازم يعرف إنه صعب انه انت تقدر تتحمل هذا الالم الداخلي كل سنه كل سنه كل سنه، نفس الضغط نفس الالم نفس الذكرى الاليمه، كثير كثير متعب الاشي. شو رايكم؟